السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده يعتبر زي الفيسبوك للمعماريين، يعني تخصصه في المجال المعماري، فأنت ممكن تشوف أي إيفنت في أي مكان أنت عايزه. مثلا عايز حاجة خاصة بقطر مثلا، والمكان زي ما أنت عايز، تمام، وهقول له اعمل سيرش. عايز أعرف مين المعماريين اللي موجودين في المنطقة ديت، عايز أعرف إيه المشاريع اللي موجودة، عايز أعرف أي حاجة أنا عايزها، الأشخاص والحاجات دي كلها، فهو بيبدأ يدور عليها. تمام، ممكن أوسع الدائرة شوية، بدل 10 كيلومتر خليها مثلا 100 ولا حاجة. يبدأ يدور، لو في أي حاجة يلاقيها، في مثلا لو في كورسات يبدأ إن هو يجيبها لك. مثلا هقول له يونايتد، مثلا لما قلت له في بريطانيا بدأ يجيب لي وظائف كتيرة موجودة هيت. تمام، لو عايز برضو كورسات في أمريكا يبدأ إن هو يعمل سيرش عليها. تمام، بس إيه، بيوسع الدايرة، بدل 10 كيلومتر ممكن يخليها مثلا 100، فيبدأ يطلع الحاجات. لو في أشخاص مثلا، فيبدأ يجيب لي الأشخاص اللي موجودين في حواليا، يعني في المكان اللي أنا فيه، المشاريع اللي موجودة في المكان اللي أنا فيه. فهو قاعدة بيانات قوية جدا، سواء أشخاص، كورسات، منتجات، خدمات، فينتس، وهكذا. تمام، لو أنا قلت دور لي بقى على كل حاجة، فجاب لي بقى الأماكن، الناس هتقابل فيها، الأشخاص، الوظائف، المشاريع، كل حاجة.